الراديو 90 90، هواها مصر. يلا بينا ناخد نشرة أخبار حجاج بيت الله الحرام. والخبر الأول عندنا النهاردة، مصر الطيران تنهي مرحلة الذهاب لموسم الحاج بنقل 5850 حاج من مصر، من حجاجنا المصريين إن شاء الله يرجعوا لنا بألف سلامة. الخبر بيقول تسير شركة مصر للطيران يوم السبت اللي احنا بنبدأه مع بعض 23 رحلة على متنها 5850 حاج، منها 16 رحلة إلى جدة، تخلع 15 رحلة منها من مطار القاهرة ورحلة من مطار شرم الشيخ لنقل 4020 حاج، بينما تقلع 7 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1830 حاج، وذلك في آخر أيام مرحلة الذهاب لموسم الحج الحالي. يبقى بكرة هو آخر أيام سفر حجاجنا المصريين لبيت الله الحرام. ذكرت مصر للطيران أنه تم نقل أكثر من 70,000 حاج على متن 271 رحلة جوية من المطارات المصرية المختلفة خلال مرحلة الذهاب لموسم الحج لهذا العام. تضمنت الجسر الجوي الذي سيرته لخدمة الحجاج الفلسطينيين وحجاج جمهورية مالي، حيث استقبل مطار جدة الدولي نحو 41,000 حاج على متن 150 رحلة جوية، بينما شهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة نحو 30,000 حاج على متن 121 رحلة جوية. ومن جانبه قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن مرحلة العودة ستبدأ في 5 سبتمبر القادم، حيث اتخذت الشركة كافة الترتيبات والإجراءات المطلوبة للتيسير على ضيوف الرحمن خلال رحلة العودة من الأراضي المقدسة. تفقد دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان ورئيس البعثة المصرية للحج هذا العام عددا من فنادق البعثة المصرية، واستمع إلى مشاكل بعض الحجاج من شركات السياحة. وقال رئيس البعثة أنه يتواصل مع وزير السياحة بالقاهرة لحل مشكلات بعض الحجاج، وأضاف اجتماعته مع رؤساء البعثات المصرية لتقسيم العمل على اللجان، وأشاد بمجهود وزارة الصحة والبعثة الطبية المصرية في متابعة الحجاج والكشف عليهم أولا بأول. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب لأداء فريضة الحج. نشرة أخبار الحج هي نشرة يومية عن حجاجنا وعن موسم الحج عموما وعن حجاجنا المصريين للاطمئنان على وصولهم للأراضي الحجازية المقدسة والاطمئنان على سير الخدمات هناك لهم ولغيرهم من الحج. خلينا نقول كمان في خبر ان وزارة الصحة السعودية اطلقت قاعدات بيانات مجانية تحت اسم مايكروميديكس اونلاين للاطباء والصيادلة وفنيين الصيدلة العاملين في موسم حج هذا العام، وذلك ايمانا باهمية سلامة حجاج بيت الله الحرام. يبقى التاني، الوزارة الصحة السعودية اطلقت قاعدات بيانات مجانية تحت اسم مايكروميديكس اونلاين. تقرير حول عدد الكشوفات اللي حصلت يعني حصل عليها المصريين حتى الآن من الحجاج. استقبلت عيادات بعثة الحج الطبية المصرية 23,447 حالة مرضية، كتير قوي، حتى صباح يوم السبت اللي احنا داخلين عليه. تم الكشف على 23,447 حالة من المرضى المصريين وصرف العلاج اللازم، من بينها 21,000 حالة بمكة المكرمة و1859 حالة في المدينة المنورة، ودخلت 53 حالة إلى المستشفيات السعودية، وغادر 22 حالة بعد تمام الشفاء، ولا زالت حتى الآن 31 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات. وأضافت وزارة الصحة أنه تم إجراء غسيل كلوي ل 25 حالة بالمستشفيات السعودية، 20 منهم بمكة المكرمة و5 بالمدينة المنورة، وذلك بإجمالي 65 حالة غسيل كلوي، بالإضافة إلى تسجيل 9 حالات وفاة حتى الآن، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، وبإذن الله من المقبولين ومن الحجاج إن شاء الله. أكد رئيس بعثة الحج الطبية أن جميع العيادات بتعمل بكامل الطاقة على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج بالشكل اللائق، وأكد عدم اكتشاف أي حالات بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح هذا اليوم. كل سنة والجميع بخير، كل سنة ومصر بخير، كل سنة والوطن العربي كله بخير. يا رب دايما في كل المواسم الدينية كده نحتفل ونسعد بيها ونطمن على أهالينا كل سنة، وإحنا دايما كمان متجمعين هنا وبنتكلم عن هذه المناسك الدينية ونحتفي بيها ونسعد بكلامنا عنها.
خليكم معانا وهنرجع تاني بعد ما نسمع وليد سعد ولؤلؤة في حلمي أشوف بيت الله وأزور بيت الله، ونرجع تاني وكمان 5 دقائق هيبدأ لقائنا وموسيقى حي 90 مع الموسيقار مصطفى الحلواني.